صحر واتنين تن وواحد زيتون. فكرة من 2019 بدأت بيها، يعني الفكرة جات لي في أسبوع بدأت نفذت العربية وعملتها. كنت بدور على حاجة out of the box، مش عايزة عربية الفول العادية التقليدية، فاخترت أشكال كده من على الإنترنت ورحت فصلتها. بعديها وقفنا بقى من بعد ما موضوع الكورونا، كانت الموضوع مش أحسن حاجة في الفترة الأخيرة، ورجعنا السنة دي. كانت الفكرة من عند إسراء، إن إحنا كنا شايفين الموضوع ده كان تريندي قوي الفترة دي، فإسراء قررت إن إحنا نعمل عربية فول. كانت بس المشكلة الأساسية في المكان اللي إحنا ننزل فيه، فبدأنا أول حاجة ندور في اللوكيشنز اللي هننزل فيها لغاية ما استقرينا على مكان وبدأنا. أول مرة خالص الموضوع كان مرعب طبعاً، إن إحنا بنات وما كناش فاهمين أي حاجة في الشارع، مش عارفين نتعامل إزاي مع الناس. الناس أصلاً بتبقى متقبلة فكرة إن بنات بتسيرف وكده ولا لأ، فالموضوع كان بالأول مرعب. لغاية بعد كده الناس بصراحة كانت سبورتيف جداً، كانت بتساعدنا، كانت بتشوف إيه اللي ناقصنا وكانوا بييجوا يساعدونا فيه، فالموضوع واحدة واحدة بدأ يبقى تمام. تجهيز، إحنا بنجهز تقريباً من بعد الفطار بنبدأ نجهز الماتيريال بتاعتنا كلها، سواء خضار بنبدأ نقطع الحاجات دي كلها، فبحيث إن هو وقت التقديم بيبقى كل حاجة عندي جاهزة. إحنا بس بنشتغل على الكواليتي أكتر، إن أنا أهم حاجة إن أنا بقدم كواليتي زي اللي أنا باكلها في البيت. فكرة إن أنا أقدم لكميات وإن أنا أبقى واقفة بقى بعمل كل حاجة دي كانت بالنسبة لي صعبة، فتعلمت ده من ماما طبعاً. إحنا كنا بنعمل فطار عادي وسحور عندنا في بيتنا، فبدأت بقى أطبق ده على العربية. فعملنا الفول بالطرق بقى مختلفه، بقى في اللي بالحار وبالسمنه والحاجات دي كلها، وبدانا نتعلمها واحده واحده من السنه اللي قبليها واحنا شغالين في الموضوع ده. والسنه دي بقت احسن قوي في موضوع الفول ده. انا بالنسبه لي بستمتع جدا بالفقره ان انا بحط الفول من القدره، لانها حاجه بالنسبه لي برده غريبه وما بعملهاش في يومي الطبيعي، فبالنسبه لي لا ده بارت مهم، ده يمكن هو ده بالنسبه لي اجواء رمضان. في البيت ما ماليش في المطبخ قوي، فالموضوع ده ساعدني اكتر ان انا اجرب وان انا اعمل حاجه بايدي. احنا المختلف ان احنا بنكرييت اصلا الحاجات اللي الكلاينتس عايزاها، يعني احنا ممكن نعمل حاجات مش موجوده في المنيو. في البيض مثلا بنحط حاجات زياده، سواء في المشروم بنعمل بيض بيتزا، بنعمل بيض شيدر، بنعمل حاجات دي. في الطعميه نفس الكلام، بنعملها حاجات محشيه زي كيري بسطرمة، بنعمل طعميه بالخضروات وفي الفرايز. هو يعني في كل حاجه مينلي احنا اللي الكلاينت بيطلبه احنا بنقدر ننفذه. احنا بنسمع اراء الناس، فدايما بنعدل على الحاجه اللي احنا بنعملها، يعني دايما في تغيير. بنسمع من الكومنتس، دايما بيهمنا قوي ان انا انزل على كل تيبل اسالهم ايه رايكم في الاكل النهارده، فهل النهارده بيفرق عن اول يوم ولا لا. والحمد لله ان الكومنتس دايما جايه ان هو في بوزيتيف، ان احنا بنتحسن او في حاجه ايجابيه بتحصل. طريقه ان في ناس بتضايقنا في المكان اللي احنا واقفين فيه ده بصراحه ما حصلتش ولا مره. انا بشتغل الصبح عادي جدا، بنزل الشغل الصبح عادي، وبالليل ببقى على عربيه الفول. انا الصبح عادي فريل ستيت عادي، شغاله من 10 ل 4 في الشغل. بعد الشغل بيبقى عندنا شويه طلبات بنجيبها عشان عربيه الفول بالليل، وبنيجي بعد الفطار نيجي نقف على العربيه لغايه الفجر. التجربه دي علمتني ان انا يعني احط، لو انا حطيت هدف قدامي لازم افضل وراه لغايه لما اكمله. هو الواحد بيبقى حابب دايما يبقى ليه برايفت بزنس ليه، فدي شجعتنا ان احنا ناخد خطوه ان احنا يبقى لينا حاجه برايفت عن شغلنا. فدي كانت خطوه حلوه قوي ان احنا نفكر في حاجه كمان تخليها دايما بعد كده مش لرمضان بس.